السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الناجتس. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. هنقول بسم الله ونبدأ. انا عندي كده رغيفين فينو بيكونوا بايتين، بشيل القشرة اللي على الوش دي علشان افرمهم، مش عايزة القشرة علشان العيش يتفرم كويس، وكمان عشان خاطر ما يديش اللون البني اللي هو بتاع القشرة دي. بروح شايلاه كده من على الوش كده، وبقطع العيش وبعدين بفرمه في الكبة. هفرمهم بقى كده فرم ناعم زي ما احنا شايفين كده. وبعدين بقى بجيب 2 بصلة متوسطة، وكمان بجيب 5 فصوص ثوم كده صغيرين، وبعدين بفرمهم فرم ناعم زي ما انتوا شايفين. وبيكون بقى عندي الفراخ، صدور فراخ بفرمها برضو زي ما احنا شايفين، بأي كمية انتوا حابينها. هنحط كده دول حوالي 0.5 كيلو من الفراخ، وبحط عليهم التوابل، بابريكا وبحط عليه 0.5 كيس فيجيتار، بحط عليه ملح وفلفل وبابريكا، وبحط عليه 7 بهارات، وبحط عليه طبعا فلفل اسود. تقدري تحطي التوابل اللي انت حباها. وبعجنهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين، انا ضفت كل الحاجات على بعض. وبعدين بقى بحطهم في التلاجة حبة، وبعدين بجيب صينية وارش الصينية كده بالزيت زي ما انتوا شايفين، كمان ادهن ايدي زيت. فايدة بقى العيش ده بيمتص السوائل اللي في الفراخ ويخليها متماسكة ويخليها تطلع كويسة، ما تفركش منك لما تيجي تقليها في الزيت. بجيب بقى صينية كده واحط على الصينية زيت زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى اعمل الفراخ، اشكلها بالشكل اللي انت عايزاه. في ناس بتعملها، ممكن تعمليها نجمة، ممكن تعمليها مدورة، ممكن تعمليها طويلة زي ما انت حابة. انا النهاردة هعمل كده، هعملها زي الاقراص كده مدورة. تقدري تفرديها في كيس وتعمليها مربعات، تقطعها مربعات يعني زي ما انت حابة، بس انا الحكاية دي سهلة جدا ان انا اعمل كده اكورها. العجينة بتاعتها حلوة جدا ومظبوطة، والعيش اداها طعم حلو، كمان اداها كده يعني القوام بتاعها متماسك. بعملها اقراص بالشكل ده وبرصها. بعد ما برص الصينية كلها بحطها في الفريزر حوالي مثلا ربع ساعة قبل ما اعمل بقى الكفر الخارجي. الخطوة دي مهمة جدا. انا كده عملت الصينية كلها، دلوقتي بقى هدخلها الفريزر ربع ساعة. بعدين بقى هحضر الكفر اللي انا هعمل بيه. بحط كده عندي هنا بقسماط، ولو حابة تحطي عليه نص بقسماط ونص جريس علشان يطلع الخليط كويس. وبحط عليه 0.5 كيس من الفيجيتار او 3/4 الكيس، لاني هخلي الربع الباقي مع الدقيق. وبحط بقى ملح وفلفل وتوم باودر في التتبيلة زي ما انتوا شايفين، هقلب كويس جدا. ودلوقتي انا عندي هنا حبة من الدقيق كده، هحط عليها باقي الكيس، وبرضو هحط عليها ملح وفلفل علشان كده يبقى كل التتبيلة حلوة. وبعدين بجيب بقى بيضتين وبضربهم بقى كويس جدا. طبعا بحط عليهم ملح وفلفل، لو حابة تحطي توابل حطي، كل واحد زي ما يحب يعني، بس كده كده الفراخ فيها توابل، والدقيق والبقسماط حطينا لهم التوابل. وبحط بزود بقى الخليط البيض ده بربع كوباية من اللبن، وبقلبه كويس جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هطلع بقى الفراخ من الفريزر وهبتدي بقى اتبلها. وبرضو الخطوة اللي هقول لكم عليها دي مهمة جدا. اول حاجة بحطها في الدقيق بالشكل ده، وبعد كده بنزلها في البيض، وبعد كده بحطها في البقسماط، وبحاول كده ادوس عليها علشان البقسماط يلزق، وبرصها، رجع رصها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. هعمل واحدة تانية معاكم زي ما احنا شايفين كده، واطلعها احطها في البقسماط. كمان ممكن تضيفي على البقسماط سمسم، بتدي طعم حلو بس للناس اللي بتحبه، ويبقى كمان مغذي جدا للاطفال.
طبعا الناجتس هتستخدمي ممكن في غدوة تكون مستعجلة، تكوني ممكن تاخديه معاكي النادي، ممكن تحطيه للأطفال بمناسبة المدارس في اللانش بوكس، هيساعدك في حاجات كتير. ممكن تعملي كمية وتحطيها في الفريزر بتطلعيه أي وقت. انا كده عملت كله ودخلته الفريزر كمان ربع ساعة، لازم احطه في الفريزر ربع ساعة علشان يتماسك، وابتدي بقى احطه في الاطباق الفوق. طبعا لما اجي استخدمه بطلع واحدة بواحدة او اتنين، الكمية اللي انت حباها تقدري تقسميها كده، تقدري تعملي يعني في الشهر مثلا كمية كبيرة ومش هتاخد منك وقت، وبعدين تطلعيها كده وانت مستعجلة، وبعدين بعد ما بنقليه او نعمله في الاير فراير بيبقى شكله بالشكل ده. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، لو عجبت لكم نصا متنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.